قبل ألا تحبوا. ولقد رأينا في هذه الأيام أن الحق الآن قد لا يتيسر لأكثر المسلمين. لماذا؟ لما يعاني الحاج الآن من ارتفاع في نفقات الحج؟ نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ييسر لكل مسلم حج بيت الحرام. والله تبارك وتعالى أمرنا بالحج لمن استطاع إليه سبيلا. نسأل الله أن ييسر السبيل لنا جميعا. ونحن في هذه الأيام التي تمر بها مصرنا العزيزة قد ابتلينا الآن بوزارة لا تهش ولا تنش. أمورنا كل يوم نجد صعوبات كثيرة في أسعار المعيشة وفي جميع احتياجات الإنسان. لماذا؟ لأننا لا نجد هناك من وزارة، يجب أن تكون وزارة ثورية تقوم بالأمن والأمان للبلاد وتحمي البلاد من كل فوضى. ثم يجب أن يكون هناك من الدولة من تعمل لرعاية هذا الشعب وتخفيف العناء عن هذا الشعب. نحن كل يوم نتلقى معونات من الخارج، ولكن مقدمو هذه الإعلانات يقولون لرفع المعاناة عن الشعب، ولكن الشعب الذي تقدم له المعونات لتخفيف العبء عنه كل يوم يجد صعوبات في كل مرافق الدولة. حتى شربة المياه الآن لا تتوفر لنا، رغيف الخبز لا يتوفر للمواطن. ماذا يفعل مواطننا اليوم؟ نحن غيرنا أنظمة كثيرة. لماذا؟ لنحقق الأمن والأمان والرخاء لهذا الشعب المطحون المكافح الذي لم يلجأ له من ملجأ إلا إلى الله، يستغيث بالله تبارك وتعالى لإنقاذ مصر مما تعانيه. نحن لا نتكلم من في الرئاسة وغير الرئاسة، إنما عاوزين الشعب يجد من يقومون الآن بأمور هذه الدولة أن يرعوا الشعب ومطالب الشعب وقوت الشعب والأمن والأمان لهذا الشعب. إنما كل يوم بنسمع قرارات ولا نجد لهذه القرارات أي صدى على الواقع. لذلك كنا نتمنى أن تكون هناك وزارة ثورية تتجاوب مع مطالب الشعب وتحقق آمال الشعب. إنما كل يوم من الارتفاعات في الأسعار في كل شيء. أنا قلت قبل كده ذهبت إلى سوريا واشتريت بعض المواد الغذائية، منها الدقيق اشتريته بليرة تركية واحدة، أي بجنيه واحد. اللي بيتباع الآن بيقولوا لنا بندعم رغيف الخبز، بندعم رغيف الخبز، عمالين يمنوا علينا بأنهم بيدعموا، ولكن الحقيقة كما قلت اشتريت والله 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 بأقل من ليرة تركية كيلو دقيق. اشتريت من هناك البطاطس اللي هنا بستة جنيه وسبعة كلها بنشتريها، اشتريتها بخمسة وستين قرش من هناك. اللحوم والله والله الخروف بمئة دولار، يعني اللحوم حتى في البلاد اللي فيها حروب وفيها قلة الدعم منها. ومع هذا
بنجد رخاء هناك. احنا هنا بنعاني. ادي عيد الاضحى قادم علينا باذن الله تبارك وتعالى. من منا سيستطيع ان يشتري الضحيه؟ اسعار خياليه، وبالتالي اللحوم كما قلت، حتى والله في سوريا الخروف الواحد ب$100، اي حتى بالسعر بتاعنا الدولار ب$700. اسعار بره رخيصه جدا، ولكن الدوله ما فيهاش من يغار على هذا الشعب ويوفر احتياجات هذا الشعب. ولذلك يا رب يا رب يا رب انقذ مصر مما تعاني مصر، واجعل مصر امنه مطمئنه سخاء رخاء وباقي بلاد المسلمين. اللهم وفقنا يا رب الى ما تحب وترضى. اقول قولي هذا وصف لي ولكم.